كيف هذا؟ أقول لك أنا في مرحلة من مراحل حياتنا كنت أنا أستاذ في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجاءنا مثل هذا الحديث فقلت على لابد من إزالة النجاسة بالإيه؟ بالماء. النجاسة حتى لو وقعت على الأرض لابد أن تزال بالماء، حتى لو وقعت على الأرض لابد أن تزال بالماء. فقام في واحد طالب عندي من أثيوبيا، طالب في الكلية، قال يا فضيلة الشيخ لو كان الأمر كما تقول لما صحت صلاة حاج من الحجاج بمنى، لما صحت صلاة إيه؟ حاج من الحجاج بإيه؟ بمنى. ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه؟ قال أن منى ليست فيها مباني، كلها عبارة عن إيه؟ خيام، ولم يكن هناك مراحيض في المرحلة السابقة، لم يكن هناك أي مراحيض، فكان الحاج داخل الخيمة إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج منين؟ من الخيمة ويقضي حاجته خارج الإيه؟ الخيمة ويرجع تاني. كل الحجاج كانوا كذلك. العام القادم تتغير مواضع الإيه؟ الخيام، مكان مكان النجاسة التي كانت هذا العام تبقى في خيام، ومكان الطاهر يبقى. إذن كل منة لا توجد فيها بقعة خالية منين؟ من النجاسة. على كلامك ده ما فيش صلاة واحد تصح في منة ما دام لابد منين؟ لأن السنين وسنين وسنين تقول لي والله الحتة دي ما حصلتش نجاسة، لابد من النجاسة. ما رأيك؟ أيوة، شوف، ولذلك قالوا اختلاف العلماء رحمة. قالوا إيه؟ لولا رأي الحنفية في هذه المسألة لكان رأي هذا الطالب صحيح. لولا رأي الحنفية في أن النجاسة قد تزول بالشمس حين تجف بالشمس، أو تجف بالهواء، أو مدة طويلة حتى تجف، أزالت النجاسة. وبذلك هذا الرأي فيه إيه؟ فيه سعة، فيه إيه؟ سعة، في خصوصا في مثل هذا الموقف. لو مريض السيدة عائشة يطهر الركعة دي، يعني كما قلنا اختلاف العلماء رحمة في هذا.